نور، وبعد ما تابعنا هالتقرير للزميلة شيرين العلي، خلينا نروح سوا للاتصال الهاتفي من حمص. معنا رنا عمران، مديرة مشروع تأهيل حديقة طريق الشام. يسعد صباحك ست رنا، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، عم تسمعينا؟ صباح الخير يا هلا. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك يا هلا. خلينا بالبداية رنا نحكي معك عن مشروع إعادة التأهيل وشو بيشمل. يعني نحن حكينا بالفقرة من بداية الأزمة في سوريا الشباب السوري ما توقف عن العمل التطوعي، خلينا نحكي عن هيدا المشروع، كيف كانت يمكن الأجواء وكيف كنتوا عم تشتغلوا؟ هلا بالبداية نحن بلشنا بالشهر 11 تم اختيار الحديقة، حديقة طريق الشام، بالاتفاق مع مجلس مدينة حمص والمحافظة. نحن منظمة اليو ان دي بي، مدير الاستاذ طارق سفر هو اللي اقترح المشروع وتم الموافقة عليه والاختيار الموقع بدقة، يعني الاختيار الحديقة ما كان عشوائي. كان أهمية موقع نصف المدينة وقدرته على أنه تربط أحياء حمص ببعضها. تمام. تجمع تلم الشمل يعني بين كافة أنحاء حمص. تشجيع الشباب واستفادة من طاقاتهم ومواهبهم وتشجيع فكرة التطوع. كانت مبادرات رائعة جدا والشباب كانوا قد المسؤولية وكثير اجانا، يعني احنا كنا طالبين 200 متطوع، كان العدد اكبر من هيك بكثير. وكلهم خبراء مهندسين، طبعا هم عم يدرسوا لسه، ما في متخرجين، بس كانوا رائعين جدا كلهم طلاب جامعة. خصومات حلوة. كلهم طلاب جامعات مهندسين كافة الاختصاصات. كمان جميل نضيء شوي كمان على الشيء اللي سويتوه اللي هو انه انرتوا بعض الشوارع بالطاقة الشمسية، خلينا نحكي أكثر بالتفصيل عن هي الخطوة وأهمية استثمار الطاقات اللي موجودة بالطبيعة، كيف تم استثمارها من خلال الشيء اللي عملتوه؟ هلا هو الحديقة بالأساس مساحتها 40 دونم مقسومة نصين، نص تم إناقته بالطاقة البديلة والشارع المقابل للشارع طريق دمشق الدولة. طبعا الحديقة مطلة على طريق دمشق الدولة، كمان هي خصوصية إلى رمزية هي الحديقة إلى رمزية. تم تنوير الحديقة بالطاقة البديلة، والجزء الثاني تم تأهيله شبكات مي وكهرباء وصرف صحي وأمور ثانية تزيينية ولحتى نوصل للهدف الأساسي الكبير اللي هو إنساني بحت. الهدف الاساسي هو جمع الناس او خلق مساحه مشتركه لتلم العالم جميع احياء حمص. طيب احكي لنا، تشارك كل حمص وكل اطياف المجتمع بهالشيء اللي نحن عم نساويه. عندنا من كل الفئات العمريه، وهذا الجميل بالمشروع المشاركة والتشبيك مع جميع الجهات وجميع يمكن الفئات شاركت معكم، الأطفال والشباب. خلينا نحكي عن هاي الأجواء، قديش استغرق وقت منكم، قديش فعلا كان في رمزية وخصوصية للعمل خصوصا لمدينة حمص اللي عانت من الإرهاب ورغم ذلك قدرت تخلق حياة جديدة، اللي تخلصت من الإرهاب أكيد بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري. أكيد كان الإرهاب شيء دخيل عنا بحمص، مانو أساسي. بدليل إنه الشباب من كل أنحاء حمص كانوا متشجعين وإجوا وأثبتوا إنه نحن إيد وحدة ومجتمع واحد، ما ممكن شيء يفرقنا. هذا الإرهاب اللي دخل فجأة مانو أصيل فينا، نحن بالأساس مجتمع واحد وقوي وصامد. الشباب كلهم هون من جنسين كان لهم بصمة كثير كبيرة وشغل كثير حلو وكانوا مبسوطين كثير. نحن بلشنا بالشهر 11 مثل ما عم قلك، كانت أحوال الجوية كثير أخرتنا شوي، ومع هيك كانوا يجوا يداوموا حتى لو ما اشتغلوا. يعني كانت عواصف ثلجية وهيك بالشتوية، أنا بتذكر وقفنا شي 3-4 شهور ما ممكن نقدر نشتغل شيء، مع هيك كانوا الشباب يجوا يجتمعوا ويعملوا مخططاتهم ونخطط لقدام شو بدنا نساوي. حلو. يمكن هذا التعب كلياته راح مدام رنا اول ما تم الافتتاح بالامس، يعني كان في شيء غير اكيد توج هذا التعب كلياته. اكيد لما عم اقول لك نحن دوامنا بيخلص مثلا بوقت محدد، الشباب والصبايا عم يضلوا تقريبا الساعه 10 بالليل بس عم يتفرجوا ويقعدوا على انجازاتهم.
يعني كل شاب او صبيه بيعرف هو شو اشتغل، مثلا بيعرف الجزء اللي هو شارك فيه، كثير له خصوصيه، يعني كل جزء بالحديقه له معنى عند حدا من الشباب. طيب شو مشاريعكم القادمه بعد هيدا المشروع اللي اقمتوه؟ في خطه عمل جديده؟ في مشاريع قادمه عم تخططوا لها؟ هلا ان شاء الله نحن داخلين بخطه اعاده تاهيل البلد، طبعا تخلصها من اثار الدمار، والمشاريع ان شاء الله ما بتوقف. بس انا بالنسبه لي بتمنى اهل كل حدائق حمص نظرا للجو الرائع اللي كان موجود. ان شاء الله همتكم العاليه عن جد بتوصلوا لهي المرحله، وان شاء الله بهي الهمه نحن متاكدين انه راح يكون كل منطقه بحمص عم تنبض بالحياه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بجهود الشباب والصبايا والجيل الجديد ان شاء الله اللي عانى طبعا كثير من الحرب واثبت انه هو قوي وفي فكر وفي ثقافه ما قدر يغير او يدخل على هالخط. بالختام بدنا ان شاء الله اكيد حلوه، ان شاء الله اكيد بنكون متابعينكم معنا. بدي اتشكرك مدام رنا عمران مديره مشروع تاهيل حديقه طريق الشام، كنتي معنا عبر الهاتف من حمص، وكل الشكر اكيد لكل الشباب نور اللي كنا عم نحكي عنهم ببدايه حديثنا أكيد. عن هي الفقره بالذات الشباب السوري الواعي اللي قدر يتحمل مسؤوليه كثير كبيره ويقول انه نحن قد هي المسؤوليه أكيد.